كيفاش حتى اتجهتي الى المطبخ، يعني الى انك ديري دي غوسات؟ اسكو كنت حاجه تحبيها ملي كنتي صغيره، ولا مع انه على بالي بلي درستي طب، يعني من طب للطبخ؟ الوغ يلا مادلين دو بروست، حاجه اللي كبرنا عليها حتى لو ما كناش نديروها، كنت ندرس. وكي تدرسي خصوصا كي تدرسي طب ما عندكش وقت، ما عندكش وقت طيبي صح، بصح تكبري بروائح طيبه وتكبري بدي جيس اللي كنتي تشوفي يماك وشفتو جداتك. انا كنت متعلقه بزاف بجداتي الله يرحمها، فوق الهيدوره نتاعها دير داك المبسس، دير داك الملوي، سيتي دي غوسيت تخي سام، وصفات كانت بسيطه جدا لكن كانت لذتها ما تقدريش تنسيها. انا قلت لهم تقدري تاكلي في اكبر المطاعم في العالم، ما تقدريش تنسي البنه اللي كليتيها على 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 هيدوره وقدام فوق مايده، وريحه القهوه تاع جداتك، وريحه الخبز اللي راها تحمص فيها الصباح، سي على بالك تجيك لا فريسون كي تفكري صوالح كيما هاك. دوك درست انا طيب فعلا وتزوجت ومشيت لفرنسا. باش نقول لك باللي كنت ملهمه به من قبل، لا ماشي صح، لكن تي فوا اون ديسبيريت هاوس وايف كي سونوي تيلمون دون سافي، تدخل الكوزينه بعد ما تخرج منها. انا سيتي مون هيستوار افيك لا كوزين. الحلويات الجزائريه انا باش نقول لكم، قلت كنت كي لي بروميي كليون ولا الناس اللي يحبوها جا زوجي وولادي، سيتي لي كيرميس تاع ولادي كانوا صغار يديروا حفلات المدارس، كنت ندي فرحانه اني نوري المطبخ الجزائري ونوري الوصفات الجزائريه ونتحفها ونفوت هذيك الليله وانا بياسه نديرها، باش سيتي ان دون باش يمدها ليكول يبيعوها ويلموا باش يديروا ديزاكتيفيتي لي زونفون. دوك بدات كيما هاك القصه. دوك كي تشوفي بلي بديتي ببلوغ، درتي موضوع واثنين وثلاثه وعشره وعشرين، والناس بدات تكتب لك تعليقات، ناس ما تعرفوهمش، لا شافوك لا صوت لا صوره، كتابه برك وذكريات طفوله على اطباق كبرتي بها، وناس يكتبوا لك يقول لك بلي جي روتروفي ولادي فرحتهم بها، فرحت زوجي بها، لي فرونسيز الفرنسيات اللي متزوجين جزائريين وحابين يديروا لهم الشوربه ويديروا لهم الحريره ويصيبوا الاغوسيد عندك، كي تحسي بلي هكا ما كنتيش داربت لها حساب، وناس حباتك لله في سبيل الله لاجل الشيء اللي كتقدميه وما يعرفوك شخصيا، هذوك اللي ما عندهاش صنبر بخيز.